الموطاج عاد تبان لينا ديما وقت لك تكون الموطاج كيبان ليا تحت الدهي لابوي وشد فواحد البلاصه يعني ساهل باش يتصيد شوفوا معاه موجود في مفالوطي حاضر ناظر السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى من الله كل شيء يكون بخير. اليوم عندنا مسافة 1500 متر. كنا نديرو 2000 متر لكن في 1500 متر غنتلاقاو مع ديك البحر ونصطادوه بالأيدي ديالنا وخصنا نخرجوه بدون حركة اليد. وهذه سباحة جديدة والناس تعرف معنا لأننا يعني المعلومة ما كنحتكروهاش ما نخليوهاش عندنا شي حاجة كنعرفو ليها تبقى عندنا حنا لا تاخذ الناس وتخدم بها لأن في بعض الأحيان الإنسان كيكون داخل البحر يعني يوقع ليه لا قدر الله يعني يخلي الكتف وتشنج عضلي إذن يعرف كيفاش يتعامل بالرجلين ديالو ويخرج بالرجلين ديالو ويخرج هو كيجليسي إذن عندنا 500 متر تبقى لينا خصنا نديرو هاد السباحة جديدة. كذلك من بعد غنبداو نتكلموا على قصص واقعيه وقعت في البحر الواد الكورون الموج الريح في بعض الاحيان كان غيكون موت انقاذ هادشي كامل غنبداو نتكلموا عليه. كذلك غنبداو نتكلموا على الناس اللي كدير هذا المحتوى السباحه في البحر والناس اللي كتقول كنقطعوا مسافات طويله. اي واحد قال نقطعوا مسافات طويله كيخصو يعطي الناس التفاصيل ديال هذيك المسافه. الناس كتسمع وكاينين شباب صايد كيبدا يسمع وكيبدا ياخذ هادشي بعين الاعتبار. كذلك غنتكلموا على الشاب بالنسنس اللي شحال مره كان يعني كنطاقي في الانستغرام كيكونوا مباريات ديال المسابقات وكنبغي يعني يبين يعني داكشي اللي عنده يدخل في المرتبه الاولى ويبان على صعيد العالم لماذا. اذا غادي نتكلموا ونتكلموا على المسافات اللي قطع مثلا 15 كيلومتر وعلى التفاصيل وكل شيء بالدلائل وبالنسبه للناس يعني اللي متبدعينو يسمعوا ويشوفوا الدلائل ويشوفوا يعني واش غنقنعهم او فقط انا غير كنتكلم هكذا. ولهذا يعني الناس اذا كان عندهم مثلا شك فلما لا يعني يكون تحدي امام الجميع وبدون تحدي نقدروا يعني اي واحد بغى الساعه نعطيو ساعه يقطع لنا المسافه ونشوفوا فعلا واش ديك المسافه كاينه ام لا. وكذلك كاين واحد النقطه ديال ابن البحر اللي ما كنسمعوا ولد البحر ولد البحر ولد البحر لكن ما كنعرفوش المعنى ديالها. هاد النقطه ديال ولد البحر فهي عنده واحد يعني عنده واحد هاد المساله ديال ولد البحر فهي عميقه كلمه عميقه. علاش عميقه؟ لان ولد البحر مدوز مخاطر كبيره وهاد المخاطر اللي غنبداو نذكرو من بعد الا ما كانش عند الانسان ما يقدرش يقول انا ولد البحر. يعني هذاك الشيء اللي لان ولد البحر شنو كيكون مدوز مخاطر كبيره كيكون بكى في البحر الجراح في البحر صافي كان غيموت في البحر. لان يعني قبل كانت العشوائيه بزاف دابا الان الحمد لله شيئا فشيئا بدات الابليكاسيون بدات بزاف ديال الامور كتبان. اذا ما نطولوش عليكم ننزلوا نشوفوا هذه القصه. خليك شم
اليوم شكون واحد فعلا كانت 4 كيلومتر ماسي ميلود اليوم مع أخ من فلطي. جو رائع مركز موجود في مفلوطي حاضر ناضر أي بارك شوف شو بصب صب زريقة حركات إحماء كالعادة لأنها مهمة خصوصا للكتفين الجسم بأكمله كيخصو حركات لأن هذا البحر والمسافات طويلة خصوصا وكذلك نذكروا السباحين بالنسبة للتظاهرات كاينة تظاهرة في شهر 7 في مدينة الجديدة كذلك كاينة تظاهرة في شهر 8 في مدينة الوالدية كذلك تظاهرة في شهر 9 بمدينة الجديدة وهذه فرصة للشباب حتى يبينوا السباحة ديالهم وهاد لي كومبيتيسيون اللي كيداروا هما انطلاقة للتمارين وانطلاقة الاحترافية وانطلاقة الإنسان عنده شي حاجة يبينها كذلك إنسان يتمرن على السباحة تمرين أكاديمي هذا الصباح ديال العشية أين أطلعتك؟ هل غادي دقيقة؟ واحد رواضي ميت دابا دابا عادتي شنو؟ صعوبة باش غتبان لي ناجح البارحة واحد الصعوبة ميت متر واحد رواضي لاطاك أنا شعور دابا لابن الحمر يعني غتكون في 1600 ونهبطو عطينا 2100 تقريبا ياك ديك المرة عطينا 2100 معنا البطل من فلوطي تونس تونادي أحسن دو قوام تونس طواجن دارو نخرجوا مرة البحر قام تولتين فلوطين نخرجوا مرة البحر شوفوا البحر عندهم كثير عندهم البحر طبيعي المتوسط هيكون عندهم هادي يكون ناضي والآن احنا في ملاقاتنا السمكة الذئب اللي شفنا يعني في المونتاج البارحة نخليه هذا الشيء كما هو بدون أي مونتاج أو نزيد شيء تعديل ها؟ ضربة فيه وضربة فيه حسبك الله جميل بحط طريقة لا هذه مرة أكبر يعني شفتين نشد ما نضادر أتبعني لا حتى نضادر عندك سيرا ما علاش كيقول لك نظارات البيضين ديال المسبح ماشي ديال البحر اليوم دابا ما بينوش كاع الطرق هادو كيكون يعني انا بغيت نبدل اليوم بغيت نجيب البيضين كنت بغيت واحد الصوره البيضين شنو هذا اللهم بارك شي دابا دقيقه 47 الريتور عطانا شويه لا زوينه هادو اللي غادي نسدو فالها يعني في 100 متر في دقيقة 47 47 شوف وشد في هاد الوقت يعني سير باش يطيب شوفوا معاه الله او ما تطفى يكون ممكن
ما عرفت كيف الان غادي نتقل يعني الفيديو حتى نشوف الذئب المكان اللي جالس فيه وما خصنيش نعاود نطلع لانه غادي يهرب خصني نفاجئه وفعلا الحمد لله يعني استطعت بالايدي ديالي كيف غنشوفوا معاه الله يبارك سبحان الله رب العالمين. هاو من البارح شوف عرفتي هذا يضربك بهاد السنان هادو واش غادير له دابا؟ هذا غنشدوه غنديرو ليه احسن قتلة عرفتي شي الروك كيف حالك شوف عرفتي هذا تحط لي ستيلو في هاد السنان يا الرسم شحال عاد مات من البارح الله يبارك الله يبارك عرفتي نزلت والحوت تبارك الله الشهر قريب قريب والشهر البارح في المونتاج وقلت شوف سبحان الله هذاك هذا نصيد البوزيسيون اللي فيها هو نقدر نصيده رزقك اليوم يبارك الله الله يبارك عرفتي الصغيرة شي صغيرة راه باقي حي يقدر يدير شي تركيلة مشكل ما كاينش الموت لا ما جيتش هاد البلاصة وخص تحيدو بالماء باش يخرج شوف قصدك نطرق عليك على البول واحد الحل شحال ما عندوش هذوك الغلاصين اللي غتشد ولا ما عندوش دابا خصو تحيدو بعدا تي وحي حي ماشي زعما لا تحيد ولكن شديتو بواحد الطريقة شديتي من الله ما تبغي الطريقة نمشي دابا تبغي تنمل تحت شوية كثر ما يموت نفكروا لي في حل الحل ما تضربوش مع كالوما ما عندكش كيفاش تطلع شي موس ما عندكش تطلع بقى حي هو حي غير خلي في الماء يبقى حي ما غاديش خير لا نفكروا لها في شي حل شوف الحل هو تفش في شي لابوي ديالي ايوا شوف ايا لا شوف بلا فيزي بلا دابا نشوف شو دابا نشوف شو هذيك قلت شي تريك ها نشوف شو هذيك قلت لك حاجه هادو كي داروا لهم تريك يا شيخ حيدي وقع تريك راه حكومه لا كيدير هادي الحرب شو دابا كتخاف ما عندك غير تقبلك البول وما عندها ما ندير لا بلاتي انا نكون عني يكون باقي حي حي يا صاحبات شد 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 لا لابار لابار ما تخافش لا ما تلقوش غادي يطلق لي يدي لابوي طيب نادي بغات تشيل هذا لابوي ايوا ما تخافش كيعض مال مشيت لابو ولد انا دخل في هذا الشيء اش قلت لك اصبر صبر عارف شنو نديرو دابا كيبان ليا نخرجو عمان ها نخرجو عمان ها سير سير هوب عمان ها
والان هذه فرصه حتى نتعرفوا على هذه السباحه. شوف الطريقه اللي كنسبح وكنجلسي بها هي طريقه ديال المقص، كانني غنسبح براس وفي نفس الوقت الضربه الثانيه ديال الدوفان، يعني كندير مقص دوفان مقص دوفان كنجلسي في الماء. ولو هنا راه الريح راه طلع لكن حركات مضبوطين فانا كنجلسي في الماء. علاش هنا في بعض الاحيان كنترينيو على اليد اليمنى بوحدها اليسرى كذلك الرجلين والراس، لان في بعض الاحيان في البحر هي في نفس الوقت لتكميل الحركات وكذلك لضبط الحركات، لكن في نفس الوقت كيخصنا في بعض الاحيان كيوقع لينا تشنج او يوقع لينا كلاكاج كيخصنا نضربو يعني بحركه واحده او بهذا الشكل كيف كيسبح من الفلوطي. الان الفلوطي سباح فاذا مشى لاتجاه اخر، لان ضروري كيخص الممارسه بالنسبه لكل حركه واحده. والحمد لله خرجنا وتمرنا فعلا، وانا في حاجه لهذا التمرين لان في الكومبيتيسيون عندنا كاينه البلاص. شوف مقص ضوفة مقص ضوفة مقص ضوفة، هذه هي المعلومة الجديدة، يعني كنجلسي بها كنمشي بها، يعني ماشي من السهل يعني 500 متر كلها تقطعها بالرجلين فقط، لكن كيخصها حركات وهذوك الحركات ما كيجيكش فيهم الملل، يعني لأنهم يعني كتبدل من حركة لحركة والديب محافظين عليه. إذا هذا الديب غيكون وجبة ديال اليوم وغتشوفوا معنا الوجبة اللي هي فعلا رائعة، وهذا الديب يعني لما كيكون جديد واحد الطعم فيه الناس اللي فيه صديقة جديدة يعني غتفق معايا، واحد الطعم عجيب اللهم بارك. إذا مازال كنقطعوا المسافة يعني بالأرجل كيف كتشوفوا يعني هذه المسافة كل هذه 500 متر قطعناها بالأرجل. شوف كاين كليساج كتحس بواحد المتعة خلال السباحة، شنو هي السباحة؟ لما كتضبط الحركة كتحس بمتعة يعني بواحد الكليساج. إمتى كيجينا الملل؟ لما كيكونوا عندنا أخطاء والواد هيمتى كيشدنا يعني والكورون ديال البحر، الواد كيبقى ديما ضعيف ماشي بحالنا لما كتكون عندنا واحد القوة واحد انسيابية في الماء كندخلوا في البحر. علاش كنقولوا الناس ما تدخلش ديريكت وتطلع لفوق البحر؟ لأن لما كترجع كتعيا والواد يعني كيشد في هذيك اللحظة، لأن الإنسان لما كيعيا الرجلين كينزلوا لتحت ولما كينزلوا الرجلين لتحت يعني البحر كيشدنا وكيدير فينا يعني مرق. إذا لما كتكون كيف قلنا الحركات سلسة وغنخرجوا في المكان اللي حنا بغينا، شوف يعني كتكون واحد السلاسة في الماء. والحمد لله هذه فرصة حتى بينا هاد السباحة الإنسان يتمرن عليها، كاين مسبح نتمرن في المسبح، والناس اللي كتخبرني اللي كتقول لي واش نتمرن في المسبح او البحر ام احسن، من الاحسن يكون المسبح والبحر نمشي لاماكن هادئه، كذلك لما نبغي نسبح مسافه طويله نكون مع مجموعه نكونش بوحدي، لان في بعض الاحيان كيجي واحد الخوف واحد الفوبيا لا اراديه كنعرفو واش ينتج، لكن لما كنكون مع مجموعه كنكون محمي، قطره واحد غير يقول لي كلمه صافي كي سيبرمي كل شيء داكشي اللي في الافكار اللي في بالي. مازال قاطعين المسافة مازال كنمشيو الحمد لله متعة وكل انسيابية. مالو اطرب 100 متر اخرى غتخرج فيها سنقاو شي 100 متر ماتت. ها؟ ها؟ بقى عايشة؟ ها؟ فلان كيطردك
اوكي شاد دار تم بوزيسيون مونديال. اشوف ابوني جاب الخير لي الجميل ديالو جميل جو. وكذلك بالنسبه للنشاط ديال البحر هو نشاط حقيقي، واحد المتعه لا مثيل لها، يعني من القلب. عشان جايب دير بوي سبحان الله. اذا مازال كنسبحوا وغادي اتجاه الصحيح، براس طوفان براس طوفان بدون تحريك اليد، براس طوفان. شوف مقص طوفان مقص طوفان وهكذا. في بعض الاحيان كذلك يقدر يجيني تجنج في رجلين ديالي ما نحركهمش ونسبح باليدين ديالي فقط. هادشي كلشي خصني نكون تمرن عليه من قبل، لأن البحر وخصوصا مسافة طويلة علاش كنقولوا دائما نبقاو قراب من الشاطئ، باش حتى لا قدر الله كان شي حاجة نكون قريب من الشاطئ ونخرج يعني بحركات اليدين أو بحركات رجلين ونخرج. شحال من واحد كيشدو غير كلاكاج في رجلين كيتخلع كيصرف أكسجين كيسرع من الحركة فإذا به كيغرق ولو يكون يسبح، حيت ما عندوش هادي في بالو من قبل. كيقول صافي شدني كلاكاج غنغرق، هو عنده في بالو لا ولو شدني كلاكاج نتساير معاه راه غادي يفوتني. اذا حنا الان وصلنا للارض، هي بدات كتبان، وصلنا للشاطئ. هنا على خويا انا من الكالوما صافي مات هلا باقي مي شوف الحق صبك وقتي قطعوني حط صبك هنا شوف مشيت في المونتاج كنمونطي وبان ليا وقلت ربي ما كنتوقع نصيدو كون شفت هاد الدي نصيدو حيت كانت فواحد البوزيسيون لي بحال شكل ديال الغار شفت هاديك لابو فإذا بي لما جينا دابا ربما نزل ربما يكون باقي لما نزلت حيت باقي في المكان مباشرة في الحيط في المفراطي راك معروف كي جات كتصعد الغنيمة ركين اكي كلشي انا فوتوغراف ويلي هذا الشيء غلط شو شو هو رزقنا زي الفيل دابا هو البارح صوره كان تيصورنا في ضرب 4 كيلومتر البارح عام 4 كيلومتر هي ابخي في المومون المونتاج با ضوي بالي الديب حي حي شدي عندك الكالوم لا لا راه عندك فرق عليك مشى لا عندك صبعك مشى لا عندك تحط يدك على الفرق فرق عكا سنان ماضي كي لاقي كي لاقى عادي تروح الدنيا صح يجي تودع من الخيشة الدنيا في شمرة شدينا أنا باقي سميك كيفاش يخليك تشدو كان برايسي في واحد البارح كان موطي هو يبان لي في مونتاج قلت شنو هذا كيفاش ما شفتوش رجعت لي نص بلاصه برايسي في واحد هذيك الفالورا الغار برايس الرتور اش الضحك مشو في الرتور هبط قال لي حبس في زنا بطل وصور صورتي في تشدو تشدو كامل يقدر يقدر يكون تصور يقدر ما يكونش تصور حيت خصني نغفلو يقدر يسلت خرج نبير لا شحال شحال يقدر يبقى عايش دابا عندك غير فمو ما تسمعش شي خصك تغفر ديال لا كيصبر 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 حرس حرس كاس قريب من الراس كاس هذا دابا رد تلقو يعوم قريب من الراس كاس كيصبر تاهو يصبروا تبارك الله اللهم بارك فيك طاجين قولوا شوف راكم معروضين اليوم انا راه خارج خويا بخير صحه لاباس ثاني بخير صحتكم صقنا ضاربين كل متر ونص كاع تتحيد لي الجلده ديالك لا كتحيد الجلده كامله القاط القاط كتغير وي وي بنين هو شويه انا ما كنحرش هذا ولا شويه غنديروا طاجين طاجين طاطا مطيصه سلا الله يبارك كانت حصه الى كنا نديروا جوج كيلومتر درنا كيلومتر ونص ولكن راه يشدك من حيت هذه راه ما يتيقاش بنادم
هذا هو الذئب حصيلة اليوم. استفدنا من هذا الذئب معنويا، الآن نستفد منه ماديا. إذن الآن غادي نصوبو، هو التصاوب ديال هذا الذئب يعني كتحيد لي الجلد ديالو يعني بهذه الطريقة، وسبحان الله الذئب الشكل ديالو نقي حتى من الداخل. شوف كيفاش داير، يعني كيف قلنا نحيدو لي الآن دابا الجلد ديالو، كتسلخ منو بهذا الشكل، هو كيجي يعني في الطاجين كيجي رائع ورائع جدا، يعني في واحد المذاق اللي هو عجيب. اللهم بارك، ونتمنوا من الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه، ومازال عندنا حلقات ان شاء الله تستفدوا منا جميعا. كيف كنشوفوا الان كيبقى بهذا الشكل وما فيش شوك، سبحان الله الشكل ديالو ما فيش شوك نهائيا. 50 نتمنوا من الله كلشي يكون بخير، وكذلك جلسنا وكنا فيه حنا ثلاثه الناس الله يبارك، كان رائع واحد المذاق عجيب، ونتمنى من الله يرزق الجميع. وشفتوا معنا السباحه الجديده، والسلام عليكم ورحمه الله.